لو الحكاية فيها إن فيجو. معنا دكتور نظير أحد صيدلات منطقة بشارع فؤاد عفوا منطقة العطريق. أهلا بك يا دكتور. دكتور حدثنا عن أسعار الألبان الأطفال التي شهدت ارتفاع في بعضها وقلة تواجدها في بعض الأنواع من الألبان. الألبان اللي احنا بتبقى متوفرة في الصيدليات بتنقسم إلى نوعين، نوع مدعم تبع المؤسسة وتبع وألبان تانية مستوردة قطاع خاص. الألبان المدعمة حاليا متوفرة أكتر من أي زمن آخر، ولكن طبعا نسبتها وكميتها وحصصها للصيدلية بتبقى محدودة جدا، يعني ما بتكفيش احتياج المواطن، ولا يعني الكميات المطلوبة مفروض تبقى أكتر، بس طبعا ده طبيعي لأنه ده لبن مدعم. وفي في للمرحلة الأولى اللي هو من أول الحديث الولادة لغاية ما يبقى عنده 6 أشهر، ده بيبقى ب 17 جنيه، وده نسبة مكسبه للصيدلية أقل من 10%. والمرحلة الثانية اللي هو من 6 أشهر ل 12 شهر برضه بيبقى بيتباع ب 18 جنيه وبرضه نسبة خصم ضعيفة أقل من 10%. بالنسبة للألبان الخاصة أسعارها طبعا زادت الشهور اللي فاتت دي، كانت حاجات مثلا بحوالي 38 و39 وصلت 50 و55، ولكن الصراحة يعني هي متوفرة أكتر من الأول بكتير، وتواجدها موجود وهما كذا شركة موجودة والمنافسة فيها موجودة، فهما بيحاولوا يوفروها بكميات وهي فعلا متوفرة عشان ألبان خاصة. ألبان خاصة، أما الألبان الثانية مش متوفرة، الألبان دي مش مدعومة وطبعا موجودة في السوق، وبرضه نسبة خصمها يمكن أكتر شوية، يعني بتوصل يمكن ل 12% على ما أعتقد، لكن متوفرة بشكل أكتر. موجودة موجودة والناس تبقى غصب عنها بتاخدها لأنه ما فيش بديل تاني. بالنسبة للألبان يا دكتور، بتسبب ضرر على الأطفال في حاجات في أثناء تناولها للأطفال، ولا لا المنتج صلاحية مضبوطة؟ لا صلاحية على أعلى مستوى، على مستوى وزارة الصحة بتقوم بكامل دورها في الموضوع ده، ولو في أي مشاكل بيجي لنا على طول بلاغات. حضرتك أنت شايف بالنسبة لارتفاع السعر اللي هو 55 في يعني جنيه، ده بيسبب مشكلة طبعا للمواطنين؟ هو طبعا ناس كتير بيبقى في صعوبة فيها شوية، ولكن ده مش حل كامل. الله يجيبه. يدي لابنه ايه يعني. دكتور شكرا، اشكرك.